السلام عليكم سلاميدي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. الآن سنقوم بتصحيح تمارين القسمة دعم وتقويم. إذا أول سؤال، أتمم ما يلي. لدينا متساويات 34 تساوي 8 في 4 زائد 2، 88 تساوي 9 في 9 زائد 7، لأن 9 في 9 81، إذا أضفنا لها 7 تصبح 88. 74 تساوي 7 في عدد، العدد هو 10، لأن 7 في 10 تساوي 70 زائد 4 تساوي 74. 97 تساوي 10 في عدد، العدد هو 9، لأن 10 في 9 90 زائد 7 تساوي 97. الآن التمرين الثاني، ضع وأنجز ما يلي. لدينا 561 قسمة 8، المقسوم عليه مكون من رقم واحد، أخذ رقما واحدا. 5 كم فيها من 8؟ لا يمكن، سنأخذ رقمين. 56 كم فيها من 8؟ فيها 7. 7 في 8 56، أقوم بعملية طرح. 6 ناقص 6 تساوي 0، 5 ناقص 5 تساوي 0، أنزل 1. 1 كم فيه من 8؟ فيها 0. 0 في 8 تساوي 0، 1 ناقص 0 يساوي 0. 743 قسمة 7. 7 أو المقسوم عليه مكون من رقم واحد، أخذ رقما واحدا. 7 قسمة 7 فيها 1، 1 في 7 تساوي 7، 7 ناقص 7 تساوي 0، أنزل 4. 4 كم فيها من 7؟ فيها 0. 0 في 7 تساوي 0، 4 ناقص 0 تساوي 4، أنزل 3. 43 قسمة 7 تساوي 6، 6 في 7 42، 43 ناقص 42 تساوي 1. 345 قسمة 9، المقسوم عليه مكون من رقم واحد، أخذ رقما واحدا. 3 قسمة 9 لا يمكن، نأخذ رقمين. 34 كم فيها من 9 أو قسمة 9 تساوي 3، 3 في 9 تساوي 27، 4 ناقص 7 لا يمكن، السلف وأرد السلف. 14 ناقص 7 تساوي 7، و 3 ناقص 3 تساوي 0، أنزل 5. 75 كم فيها من 9؟ فيها 8، 8 في 9 تساوي 72، إذا 75 ناقص 72، 5 ناقص 2 تساوي 3، و 7 ناقص 0 تساوي 0. العملية الأخيرة، 976 قسمة 6، المقسوم عليه مكون من رقم واحد، أخذ رقما واحدا. 9 كم فيها من 6؟ فيها 1، 1 في 6 يساوي 6، 9 ناقص تساوي 3، أنزل 7. 37 كم فيها من 6؟ فيها 6، 6 في 6 36، إذن 7 ناقص 6 تساوي 1، و 3 ناقص 3 تساوي 0، أنزل 6. 16 كم فيها من 6؟ فيها 2، 2 في 6 12، إذن 6 ناقص 2 تساوي 4، و 1 ناقص 1 يساوي 0، إذن الخارج هو 162 والباقي هو 4. ثالثا، اكتب جميع مضاعفات العدد 8 الأصغر من 80. إذا بنصر مضاعفات 8 فقط سننتج إلى جذور ضرب عدد 8. إذا سنبدأ بأول مضاعف اللي هو 0. 0 في 8 0، 8 في 1 8، 8 في 2 16، 8 في 3 24، 8 في 4 32، 8 في 5 40، 8 في 6 48، 8 في 7 56، 8 في 8 64، 8 في 9 72. إذا 72 هي الأصغر من 80، سنقف عند 72. الآن أكتب جميع قواسم عدد 36. لكي نجد قواسم 36، نكتب 36 على شكل جداءات. 1 في 36، 2 في 18، 3 في 12، 4 في 9، و 6 في 6. كل هذه الأعداد فهي مضاعفات فهي قواسم العدد 36، قواسم 36. إذا قواسم 36 هي 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18، 36. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله. نبقى في الدار، نبقى في الدار. إيه أوفر.